الثانية بعنوان 2020-2021 هذا مشكل لأن لا نجيب نطلع على العدد إن عدد المعنيين بالتكوين المتخصص خلال هذا الموسم التكويني هو 10773 متكون، منهم 4929 معنيون بالتكوين المتخصص والتكوين التكميلي ما قبل الترقية، سيتم تكوينهم وفق الترتيبات المحددة في المنشور رقم 1428 الصادر عن مصالحنا بتاريخ 23 ديسمبر 2020، الذي ينظم السنة التكوينية بعنوان 2020-2021 في فترات تكوين تحدد على امتداد الموسم التكويني.